الزهراء بأعلى أصواتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد؟ أرأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد؟ أقلبك أم أقلبك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نجيجا شجها المتنهد؟ أصدرك أم أصدرك أم مستودع العلم والحجام بتحطيمه جيش من الكيوف يعندو؟ سيدي وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى تبكي وأخرى هايا يا 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 تعدد. فأي قتيل يا أبا عبد الله فأي قتيل أصلت الشمس جسمه وضوءها من نوره يتوقد؟ وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من اسمه تتجهل؟
صدرها بأن الذي تحت السنابك عليها كما اثاروا بها وتمردوا وقامت لي من الخيل عجره والله عجره وداست خيل من فوق صدره وداست خيل من فوق ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: ويل يومئذ للمكذبين. لسلامة مولانا صاحب العصر والزمان، قضاء الحوائج، شفاء المرضى، تعطيرا للأفواه، صلوا على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم. تعددت هذه الآية المباركة في سورة المرسلات 10 مرات، وبين مقطع ومقطع الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الآية: ويل يومئذ للمكذبين. السورة جاءت من باب الإنشاء، لأن تارة هنالك آيات تأتي على صيغة الإخبار، وتارة تأتي الآيات على صيغة الإنشاء. والفرق بينهما شنو؟ إذا كانت هناك آية تحمل صفة خبرية فيها نوع من أنواع التحذير، فيها نوع من أنواع المدح، فيها نوع من أنواع التوجيه، فهذه تعتبر من الآيات الإخبارية اللي تتوجه للإنسان المؤمن وغير المؤمن، فيستخبر خبرا معينا فلا بد أن يلتفت إليه. وأكو آيات أخرى تلقى بصيغة الإنشاء، وصيغة الإنشاء هي كلمات لكنها تنم عن معان كبيرة، معان واسعة. ولهذا احنا لما نطالع 10 مرات في سورة واحدة الله سبحانه وتعالى يخاطب: ويل يومئذ للمكذبين، كأنما يريد أن يوصل رسالتين. الرسالة الأولى تكمن في كلمة الويل، لأنها جاءت كنوع من أنواع التحدي، وجاءت كنوع من أنواع التحذير المستقبلي. فإذا أراد الإنسان أن يحذر شخصاً يأتي بجملة أو بكلمة يستفاد من ورائها واقعة التحذير: لو تعلمون.
لو يعلم إن مع العسر. هذه عبارة عن شنو؟ إخبار وتحذير، أو يأتي في سياقات أخرى مكان التحذير تأتي البشارات. صحيح؟ إن الأبرار لفي نعيم. فكلمة الويل تدعو إلى تحذير لعاقبة مستقبلية وخيمة، لأنها تحمل نوع من أنواع العقوبة المقاربة إلى الموت. لما نقول الويل يعني تتوقع مشكلة كبرى أو معضلة عظمى أو عذاب يكون بدرجة الهلاك، يكون بدرجة الموت. فكلمة الويل لغويا ومعنويا تستخدم كتحذير، لكنه يرتفع إلى درجة شنو؟ إلى درجة الإخبار بالسوء الذي يلقاه الإنسان ويقابل مركز الموت أو يقابل الموت، يعني يكون مقاربا للموت. زين. الله سبحانه وتعالى يحذر من أي يوم، ويحذر من أي صفة؟ الويل لمن ومتى؟ الله يقول يومئذ. كلمة يومئذ يعني تعني في حين إن الإنسان أوجب على نفسه استحقاق العقوبة بفعله. فتارة يومئذ يمكن تكون بنفس لحظة إجراء الجريمة، الإنسان يتجرأ تجرؤ صارخ يستحق العقاب الآني، يعني في آنه يستحق العقاب. مثلا أضرب لك مثال، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يتكلم عن سأل سائل بعذاب واقع. مر عليكم قصة الفهري الذي لما جاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم من مكة في حجة الوداع، بعد أن مضى على عيد الغدير، مضى على غدير خوم، وأمر الناس بمبايعة أمير المؤمنين في ذيك الخطبة المعروفة الغديرية. لما رجع إلى المدينة الناس قاموا يتناقلون أحداث غدير خوم، قام يسولفون حق اللي ما اجى، ما حج. فاجى حارث بن النعمان الفهري، وقف امام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشكل مستنكر مستنكف، يقول له ايهن يا محمد. شوف يخاطب النبي بشون بجمله، مو معترف كانه بنبوته. أمرتنا بالصلاة صلينا، أمرتنا بالصوم صمنا، أمرتنا بالحج حججنا، ولم يكفك كل ذلك. يعني كلمة يقول حق النبي، ترى أنت محملنا شيء أكبر من طاقتنا، شيء أكبر من استيعابنا. شوف، ولم يكفك ذلك، حتى أمرت علينا ابن عمك يكون أميرا علينا، فهل الأمر منك أم من الله؟ زين، الله سبحانه وتعالى يخاطب رسوله، ماذا يقول؟ يقول له زين، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني ليؤمن بنبوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من أبجديات العلم بشخصية النبي أنه يتيقن أن النبي لا يملك قولا ارتجاليا، إنما شنو؟ هو مسدد
ومأمور بتبليغ الرسالة، وهذه ضمن مضامين شنو؟ رسالة. بلغ ما أنزل إليك من ربك، صحيح؟ والنتيجة شنو؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فبالنتيجة النبي نقل ما أمره الله سبحانه وتعالى بنقله. فأنت شنو جاي تستنكر على النبي؟ تستنكر على النبي كأنما تكذب النبي. نستجير بالله، نعوذ بالله فيما يدعي. والله يقول زين علمه شديد القوى، الخبر مو من عنده، إنما أمر من الله. زين، فهل الأمر منك أم من الله؟ النبي مرد عليه، والذي نفسي بيده هو أمر من عنده. يعني والله بالله هذا أمر من الله مو مني أنا. فشوف التحدي، شوف الاستنكار، شوف التكذيب، شوف الجحود. لأن المكذب تارة الكذب مقابل الصدق، يتكلم بكلام غير دقيق، وتارة المكذب يوصف بهذا الوصف إذا كان جاحد، اللي الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، صحيح؟ وتارة يكون متحدي وهو يعلم، مثل نصارى نجران عندما أجوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلما حاول أن يثبت لهم وهم مقتنعين بأن كلام النبي هو حق، ولكن يحاولون يماطلون، يحاولون يلفون يدورون، حتى دعاهم للاحتجاج فقال قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، نساءنا ونساءكم، أنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. شوف، على الكاذبين، لأن يصف جحودهم بنوع من أنواع الكذب. فالمكذبين إني مو فقط معناته أنه لا يصدق في القول، إنما الجاحد يعتبر من المكذبين، المنكر يعتبر من المكذبين، المتلاعب يعتبر من المكذبين، المنافق يعتبر من المكذبين، الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر يعتبر من المكذبين. شوف، شوف القرآن شلون قاعد يسلسل لك، ها؟ فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شنو قال؟ قال والذي نفسي بيده إنه منه، من الله وليس مني. فقام وزاد قال اللهم إن كان الأمر منك فإني أسألك أن تمطر علينا حجارة من السماء. هذه زيادة في تكذيب النبي والجحود. الله سبحانه وتعالى بالفعل استجاب دعوته لأنها جاءت بصيغة تحدي لله، جاءت بصيغة تحدي لله. فأرسل إليه طيرا أوقع على رأسه حصوة، سقطت على رأسه، خرجت من الطرف الثاني فمات إلى جهنم وبئس المصير. ولهذا القرآن شو يقول؟ سأل سائل بعذاب واقع. هذا نوع. فإذا الإنسان أظهر تحديه لأمر الله وكان التحدي مباشرة يقابل به الله سبحانه وتعالى، الله يعطيه العقوبة بسرعة، عقوبة عاجلة غير آجلة، العاجلة يعني السريعة. فكأنما الله سبحانه وتعالى يخاطب يقول ويل يومئذ للمكذبين. باللحظة اللي أنت تظهر فيها تحديك الصارخ لله عز وجل، الله مو يتوعدك، إنما يتوعدك وفي لحظتها الله سبحانه وتعالى شو يسوي فيك؟ ينزل العقوبة عليك. وكما قلت تارة العقوبة تكون وعظية، يريد أن يشير إلى المماثلين في الصفات، ترى مثل ما صنعنا بفلان أي واحد يفعل نفس فعلته راح يجرى عليه ما جرى على فلان. فهذا الوعيد، الوعيد بالويل والثبور الله سبحانه وتعالى يجزى. لا، أكو تارة الناس ثانيين
مثل شنو؟ تارة أناس تكذيبهم للشيء أو تكذيبهم للشخص بأسلوب تهاون في النصرة أو تهاون في الاستيعاب، يدري بأن هذا اللي عمله غلط ولكن ما عنده شارة، يطالع الناس دور مداره. وهني أكو بين قوسين أكو مثل، هذا المثل كثير من الناس يتناولون على الألسن لكنه ليس بمثل فيه مدح، إنما واقعا النصوص والروايات الذم هذا المثل. مثل شنو؟ دائما إذا تشوفه قام يغلط تقول له ليش تغلط؟ يقول حشر مع الناس عيد. والشكل حشر مع الناس عيد، شو ما سوى الناس أنا سوي مثلهم، أنا مو جاي أصير خارج السرب أعمل خارج السرب، لا، مثل ما يصنعون صنيعي مماثل لصنيع السواد الأعظم من الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دائما يخبر الإنسان إنه إذا أردت أن تقوم على شيء سواء عمل إيماني سواء عمل خيري سواء عمل فيه إصلاح، لا تنتظر الناس شي يسوون شي يقولون وانت تتعامل معاهم، إنما قوموا لله مثنى وفرادى. يعني إذا حصلت معين توكل على الله، ولكن إذا ما حصلت معين إيش مفروض تسوي؟ ما تنطر الآخرين، إنما أنت تتقدم، فلربما تقدمك أنت فيه صلاح في وقت أن التقاعس الآخرين فيه شنو؟ فساد. وأضرب لك مثال، سيدة نساء العالمين فاطمة عليه السلام الكل مر عليه بأنها بعد وفاة أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صارت بينها وبين السلطة الحاكمة خلافات، ومن جملة ما وقع بينهم من الخلاف هي قضية ملكية السيدة الزهراء لفدك، قالوا بحجة أن أحدهم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا علماء الحديث يعرفون أنه الخبر الواحد هذا لا يوثق، لأنه منقول من جهة واحدة مقابل عشرات النصوص والمرويات التي تنكر أو تشجب هذا الخبر الواحد المنقول. مثل شنو؟ القرآن الكريم يقول وورث سليمان داود، زين، يرثني ويرث من آل يعقوب، زين، بعدين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا آية المواريث لم يخصصها الله سبحانه وتعالى لفئة من خلقه دون الفئة الأخرى. يعني ما قال لأن نبي ما لازم يستورث أو يورث، وغير الأنبياء هم اللي يستورثون وهم اللي يورثون، بالعكس آيات المواريث جاءت في سياق توريث الأنبياء بعضهم بعض، فيما ذكر من خبر يحيى ابن زكريا صحيح وغيرها من الآيات، كلها تدل على أن استحقاق الميراث المادي وغير المادي الأنبياء أولى من بعضهم ببعض فيه. خلصنا، طلع واحد قال سمعت رسول الله، زين يمكن مشتبه بالسمع يمكن غلطان، ليش ما تسألون بقية المسلمين؟ مو معقول النبي يذكر خبر لشخص ولا يعممه للآخرين وشكل. ولهذا قال
سمعت رسول الله أنه يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث فضة ولا ذهبا، إنما ما تركناه صدقة، إنما ما تركناه صدقة. من تقول له هذا الحديث مو صحيح، ينطلق واحد شوية يدي أنه يفتهم، قل كأنتم هم عندكم نفس الحديث منقول عن الإمام جعفر بن محمد الصادق. جيد، وين منقول؟ منقول في الكافي، إنه قال رسول الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث فضة ولا ذهبا، كملها، إنما نورث العلم، إنما نورث العلم. هناك شي يقول ما تركناه صدقة. أي الحديثين كميزانك أنت، لا أنك عالم ولا أنك فقيه، أي الحديثين أثقل وأكثر فهما ودقة، اللي ذكر ما تركناه صدقة ولا الإمام الصادق يقول إنما نورث العلم؟ بتقولي ليش؟ تعال، نحن معاشر الأنبياء لا نورث فضة ولا ذهبا، يعني ما عندنا نقد، ما عندنا فلوس، ما عندنا حطام دنيا نورثه، صح؟ وما تركناه صدقة، يعني اللي نخلفه من بعدنا هذا صدقة للناس. ليش؟ العيال ما لهم استحقاقات؟ الأقارب ما لهم استحقاقات؟ حتى نقول الغريب يملك الحق في مالك، والقريب لا يملك الحق في أموال أبيه أو مورثه، شلون؟ فسر لي تفسير ثاني. وما تركناه صدقة يعني شنو؟ يعني الفلوس اللي عندنا نتصدق فيها أو جعلناها وقفا. تعال، هذا النص يتضارب مع كم نص من النصوص اللي وضعوها؟ خل ما نريد نتوسع في ندخل بحث فقهي مو شغلنا. تعال أما إلى قول الإمام الصادق عليه السلام، نحن معاشر الأنبياء ما نخلي شيء من حطام الدنيا، على طول أول بول نوزعه، أول بول نعطيه مستحقينه، وإذا وجد بين أيدينا شيء يخص ملكيتنا الخاصة كان أمرا ماديا صحيح، إنما نورث العلم. إحنا تركتنا الحقيقية في ميزان ثروتنا هو العلم والثقافة، اللي إذا تمسك بها الإنسان عرف كيف يصبح ثري، وعرف كيف يتعامل في المجتمع، وعرف كيف يكون من أصحاب الأنفس الرفيعة العالية في المجتمع، مو يصير عنده أموال ويصير وضيع 60,000 واحد يتكلم عليه. إنما المال يوظف لكي تشترى به الآخرة، ولكي يبلغ الإنسان مقاصده في الدنيا، ولكي يوسع على نفسه وعلى عياله، ولكي يضمن عاقبته الأخروية. هذا هو العقل، هذا اللي يحكم فيه الإنسان، وإلا ينطبق عليه شنو؟ إن الذين يكنزون الذهب والفضة مصيبة مصيبة. الشاهد، فإجوا وصار خلاف بينهم وبين السيدة الزهراء على قضية فدك، على قضية فدك. الناس يدرون أن فدك بيد الزهراء وفي ملكية السيدة الزهراء، وكم سنة ريع فدك يوصل بيد فاطمة والسيدة الزهراء تعطيها أما لأبيها رسول الله يتصرف أو لأمير المؤمنين. شلون بلحظة وضوحاها صارت فاطمة ما تملك فدك؟ شلون صارت فاطمة ما لها حق فدك؟ شلون صار ملك فاطمة إنما هو إرث
ولكنه يجعل صدقة للمسلمين. إذا صدق للمسلمين ليش ما أعطيته أحد المسلمين؟ ليش احتفظت فيها إلى حقبة من الزمان بعدين اتصرفت فيها بعت نصها حطيت بالنتيجة هذا اللعب اللي صار بالتاريخ. السيدة الزهراء سلام الله عليها ماذا صنعت؟ شوف التفت، هذا الويل ويل يومئذ للمكذبين. المجتمع كان يصدق مع فاطمة أو يكذب فاطمة في ادعائها؟ سؤال. دليلنا شنو؟ تعال التاريخ يقول ذهبت وقفت في المسجد وخطبت خطبتها، الحمد لله على ما أنعم وله الثناء بما قدم والشكر من عموم نعم ابتداها وصبوغ آلاء أسداها، جمعنا الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها، الممتنع من الأبصار رؤيته. وقامت تخطب ذيك الخطوة إلى أن شرعت معالم الإسلام، ثم وضعت بين إيد المسلمين هذه القاعدة: وكنتم على شفا حفرة من النار، مضغة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام، تقتاتون القدة والورق وتشربون الطرق، أذلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بأبي محمد بعد اللتيا والتي. ثم وجهت رسائل: يا ابن فلان، إيهن بني قيلة، وقامت توجه رسائل عل وعسى أحد يتحرك ضميره ويصادقون على مقولة فاطمة ويرجعون لها الحق. ولكن المجتمع سوى، أصبح من المكذبين لفاطمة أو من المصدقين؟ كذبوا الزهراء، لكن مو مثل ذاك، ذاك تحدى في التكذيب، لكن هذيلي سكتوا سكتوا. الله سبحانه وتعالى طوف عليهم. تعتقد أنت أهل المدينة طوف عليهم؟ ولهذا أكو بعض النصوص تقول ارتد الناس بعد وفاة رسول الله. البعض يفسر الارتداد على أن احنا نكفر، لا، ارتداد يعني انقلاب. يمكن أنا وياك شفنا شيء، شاهدنا شيء، ومرة واحدة أنت تطلب من الشهادة، أنا انقلب عليك أقول لك أنا ما أدري. يبقى أنت كنت وياي بهالسالفة؟ لا لا أنا ما أدري، طلعني برا الموضوع. خصوصا إذا كانت خصومة بين اثنين أصدقاء، وشكل أنت تنحرج توقف مع هذا ضد هذا، اثنيناتهم ربعك، ما تدري شو تسوي، اثنيناتهم اعزاز على قلبك، ترضي منه على حساب منه؟ أهل المدينة صار عندهم انقلاب، يعلمون بحق فاطمة، لكن يقول شو نسوي؟ ما نقدر نسوي شيء غير ما تقومون تساعدونها. لو 20 نفر، الإمام أمير المؤمنين قالوا له زين ليش ما قمت؟ قال لو كان معي 40 رجلا لقمت. لو 40 واحد داق الصدر كان شفتوني قايم، ولكن حشمنا الناس، الناس مو راضي مو راضي، ارتد الناس، رجعوا عن ما كانوا عليه. يعرفون حق المعرفة بأن هذا حق فاطمة، لكن ما يقدرون يتكلمون، ساكتين، ارتدوا عن هذه الجزئية. فأمير المؤمنين تقرأ في التاريخ الزهراء راحت هني أقامت عليهم الحجة العامة، علوا عسى يستجيبون، ما استجابوا. كان يأخذها أمير المؤمنين ويمر بها على بيوت الأنصار والمهاجرين، هذين اللي ظل فيهم صبغة خير، يمكن كلمتهم تكون مسموعة أو وقوفهم يكون له أثر، لكن هم ما نفع، هم ما نفع. كثير منهم تحجج أنه بس أنا وحدي،
زين انا اوقف معك زين شنو راح اسوي انا شنو راح اشكل؟ فما في احد غيري انا، الثاني يقول ما في احد غيري انا، الثالث يقول ما في احد غيري انا، فسبب هذا التقاعس. مقابله شنو صار؟ هذا المجتمع المكذب لحق فاطمة، المتقاعس لحق فاطمة، ولو بعد كم سنة، ولو بعد عشرات السنين، شنو من بلاء الله سبحانه وتعالى صبه على رأس المجتمع المدني؟ يلا سولف لي. أولم تنزل عليهم الويلات؟ أولم يصنع بهم في التاريخ ما لم يحمد عقبه؟ خل أنقل لك، وأكو كتاب أعطيك مصدر روح اقرأ فيه من مصادر العامة، اسمه صمت النجوم العوالي من الكتب القديمة، يتكلم عن تاريخ المدينة والأحداث اللي وقعت في المدينة المنورة. زين هناك يذكر بأنه السنة الأولى سنة 61 قتل يزيد فيها الحسين بن علي. السنة اللي وراها شنو اللي صار؟ أحداث 63 64 للهجرة، مدينة رسول الله تم إباحتها بالكامل، صارت فيها ثورة. معطيات تلك الثورة من أبناء الصحابة وبعض الصحابة والتابعين قاموا منقلبين ضد يزيد بن معاوية وطردوا والي يزيد من المدينة، فأرسل إليهم يزيد بن معاوية جيشا عرمرميا بقيادة مسلم ابن عقبة، رجال بالسبعينيات من عمره لكن ريله بالقبر لكنه إبليس قاعد. شوفوا ماذا صنع بالتاريخ، أعطى أهل المدينة مهلة 3 أيام، إما أن يأتون طواعية ويبايعون لأمير يزيد على أنهم عبيد قن، أرجع إلى كلمة عبد قن، يعني شنو؟ يعني مو بس هو مملوك ليزيد، هو وأهله وأمواله وكل وجوده ملك ليزيد بن معاوية، يعني ما في أنت تبايعني، لا أنت تبايعني أنت تملكني نفسك، ماكو روح تعال، واللي يناقش حتى يناقش اضربوا عنقه. يقول جاء اثنان جايين يبايعون لكن مو عارفين يعني شنو عبد قن، واحد اجى بايع ما يدري سكاتي اتبايع اي جاي بايع، الثاني قال لي يعني شنو عبد قن، قال اضرب عنقه طير راسه، عمي جاي اسال انا جاي ابايع اضرب عنقه، حتى نقاش ماكو. اقروا في التاريخ مسجد رسول الله شنو صار فيه من الأحداث، برك من الدم في مسجد رسول الله، والله أكو كلام واحد أصلا ما يتجرأ أن يقوله في الأحداث اللي جرت في المدينة المنورة. 4000 من الصحابة وأبناء الصحابة من حفظة القرآن قتلوا في واقعة الحرة. راجعوا التاريخ، الحمد لله بعد احنا ما عندنا التاريخ محسوب حساب طائفي، تاريخ عام. أكثر من 1500 امرأة ولدت من سفاح بعد واقعة الحرة، ما ينعرف أبهاتهم منو وين شلون، لا تسألني فضايح، روح انت بنفسك شوف وطالع واقرأ حتى تعرف الجرائم كيف ارتكبت. احد العلماء يقول هذه كانت حومة فاطمة،
ويل يومئذ. فإذن إحنا أمام قاعدة أيها الأحبة، إن الله عز وجل يحذر ويتوعد وينشئ وعيدا على إن أي إنسان جاحد مكذب مخفي للحق مداهن للباطل، الله سبحانه وتعالى يوم من الأيام على حسب المشيئة الإلهية، على حسب الأمر الإلهي، على حسب التوقيت الإلهي، يومئذ بالدنيا بالبرزخ بالآخرة، الحسبة عند من؟ عند الله عز وجل. فكل إنسان مكذب ينهج هذا النهج الغير سوي، الله سبحانه وتعالى يتوعده بأنواع العذاب. اقرأ سورة المرسلات شوف سبحان الله هالوعد اللي الله سبحانه وتعالى يتوعد فيه الناس على أي أساس. 10 مرات يكرر ويل يومئذ للمكذبين، بكل سياق يعقبه ويل يومئذ. هني تعرف أكو ناس جحدت بالآخرة، أكو ناس جحدت بالدنيا، أكو ناس كذبوا المؤمنين، أكو ناس قاموا عايرون المؤمنين، أكو ناس. بالنتيجة كل هؤلاء سواء الجاحد أو المنكر أو المكذب أو المداهن أو المستهزئ، الله سبحانه وتعالى اعتبره من المكذبين وتوعده بوعيد، لكن في حينه. والأعظم من هذا ما وعده الله سبحانه وتعالى لقتلة الإمام الحسين. يمكن واحد يسأل سؤال، زين إذا الله مقدر أن الحسين يقتل وهؤلاء هم الذين يقتلون الحسين، فليش الله سبحانه وتعالى هو أيضا ينتقم من قتلة الحسين؟ خوش سؤال. إذا إحنا نقول بأن الحسين خط له في اللوح بأنه سوف يقتل بأرض يقال لها كرب وبلاء، ليش الله سبحانه وتعالى راح يعذب قتلة الحسين؟ إن شاء الله خلي الحديث في الليلة القادمة حتى لا أطيل عليكم. لاحظ، لكن وعدهم في الدنيا قبل الآخرة. الإمام سلام الله عليه يوم عاشوراء شب الخندق دور مدارة، سوى خندق حط فيه أطناب الخيام الزايدة اللي حاليها تركوها وخرجوا عند الحسين، جمعهم ألقاهم في الخندق، أشعل الخندق نار حتى بعد لحد الجرة يجي يغدر بالحسين من الغدر والغيلة من الخلف يجي يطعن أو يدخل بين المخيم. واحد من هؤلاء السفلة اجى بالخيل شاف النار فصاح بوجه الحسين: يا حسين أستعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ شوف شوف الجرأة، شوف الجرأة. قال: إنما ستصلاها صلية. هذه النار مو إلنا، النار إلك. يقول بمجرد ما إن الحسين دعا عليه، لأنه كان من المكذبين، يدري الحسين ريحانة رسول الله. إن أي واحد لما أنت تشوفه خصوصا هالموجة اللي العصر هذا قام يتداولونه، الحسين قتل بسيف جده، الحسين خرج عن الخليفة الشرعي، الحسين سأل سؤال، قل له الله سبحانه وتعالى ما كان يدري أن الحسين راح ينقلب، النبي ما كان يدري أن الحسين يوم من الأيام راح يطلع على سيرته. إذا تقول كان يدرون، فليش الله سبحانه وتعالى كتب على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة؟ وهذه رواية سنية مو شيعية. الله ما كان يعرف في علمه؟ إذا تقول الله ما يدري أنت كافر، شلون الله ما يدري؟
وإذا تقول النبي ما يدري أو يعلم بأن الحسين راح يرتد عليه، وإذا ليش بيقول النبي إن الحسن والحسين إمامان؟ ليش لما يدخل عليه الحسين يقول أهلا بزين السماوات والأرض؟ أبي بن كعب يقول له يا رسول الله أولست أنت زين السماوات والأرض؟ قال نعم، ولكن ولدي الحسين له منزلة عند أهل السماوات أعظم منها عند أهل الأرض. أهل الأرض يقتلونه لكن أهل السماوات شوف شلون يحتفون فيه. تقول النبي ما كان يدري أنه راح ينقلب؟ إذا تقول ما كان يدري أنت كافر. وإذا تقول يدري ليش النبي مدح الحسين؟ ليش الله مدح الحسين؟ فكل هالشبهات أنت تقطها وراء ظهرك حتى تباصي منه، حتى تمدح منه، حتى تلمع بمنه. هذا الواقع المؤلم اللي احنا نعيشه كمسلمين اليوم للأسف، هذا الواقع المؤلم. بمجرد ما الحسين دعا عليه على طول نفرت به فرسه، أسقطته، جرته، إجت تعبر فوق الخندق، ألقته في النار، احترق إلى جهنم وبئس المصير. أرباب المقاتل هم يذكرون هالقضية. يلا إني صارت شنو؟ ويل يومئذ المكذبين. وأكبر تكذيب أنه ينادي المنادي كيف رأيت صنع الله بأخيك، ينسب جرائمه وأفعاله إلى الله. سيدة زينب شردت عليه قال والله ما رأيت إلا جميلة، إنهم فتية برزوا إلى مصارعهم فقتلوا، وسيحشرك الله وإياهم بين يديه فيختصمك ويحاجوك، وعند ذلك فليعلم الغلبة لمن. الدنيا ماكو حساب، الحساب وين؟ ويل يومئذ للمكذبين. ما يخالف حسيننا يقتل، يترك على أرض كربلاء، يجون الناس يشيلون أبدان قتلاهم الذين انقتلوا على إيد الحسين وأصحابه وأهل بيته، لكنهم تركوا أبدان آل الله تصهرها حرارة الشمس. وقفت العقيلة زينب صاحت ويحكم أما فيكم مسلم؟ ما فيكم مسلم؟ 70,000 المحتشدين، ما فيكم واحد عنده غيرة؟ أما فيكم مسلم يواري هذا الغريب اللي ما ظل لا أحد عنده لا رجال لا عز ولا عشيرة؟ زينب وبنات الرسالة كانوا واقفين، تدري ماذا فعل ابن سعد؟ قال لهم تنحوا واخروا، وما يصير إذا رجال بينزلون يشيلون الأبدان، وما يصير الحريم واقفين، ابتعدوا. وخروا بنات رسول الله يظنون بأنه عمر بن سعد راح ينزل ناس رجال يحفرون يدفنون مشكل. فصاح اللعين يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، وطأي صدر الحسين فخرجت له من بين الخيام 10 خيالة وجعلوا يطؤون صدر الحسين وظهره، والمنادي ينادي إنا رضضنا الصدر بعد الظهر. هنا العقيلة زينب اختنقت بعبرتها، رضوا يا خويا جذتك أهل الغدر بالخيل، سلبوا يا خويا لامتك والدمع عليها يسيل. يا ناس ضيعت البصيره،
دماء العشيرة يا ابن والدي ما علي وصل أجفان اي والله سمعنا ليموت يجي دفا والله يحفر لقبر ويفصل أجفان ما شفنا ليموت يضال إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله بحرمة الحسين الوجيء اشف مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك تقبل منا ومن الحاضرين والسامعين والمؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك والأرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.